فقرة حوار اليوم حوار خاص مع المطرب والفنان الشعبي حميد سرغيني. حميد سرغيني فنان شعبي دخل قلوب المغاربة بمجموعة من الأعمال. في بداية حوارنا معه أن على الجديد دياله. الجديد ديالي إن شاء الله هو عبارة على واحد الأغنية سينجل غتكون نطرحوها للسوق، عبارة بشكل فيديو كليب، وهي ألبوم الصور، يعني كتحدث على كل إنسان يقدر يشوف نفسه في هذيك الأغنية. كتفتح الألبوم الصور وكتفكر الذكريات، تفكر أول حب، كتفكر صديق ديالك، كتفكر الأم. سرغيني سبق وقدم مجموعة من الألوان الغنائية المختلفة من غير اللون الشعبي. لا سبق لي غنيت مجموعة من الألبوم كاع كامل، سميتو أراي، سميتو باش جاي باش دار، وغنيت بإيطاليا كازانوفا. يعني مرة كنحاول نجتهد باش نكون قريب شوية للجمهور الناشئ والجمهور الشاب اللي كيشوف محمد سرغيني كشاب. كنبغي مرة نشوف الاقتراحات ديالهم عن طريق الصفحة الرسمية ديالتنا في فيسبوك. وحبينا كذلك نتكلموا معاه على حضوره القوي خارج المغرب. هو كما كنقولوا كناكلوا خبز في برا. المغرب الثمن طاح وما بقاش فين تشتغل بزاف، مهرجانات قلال، رغم انني كنشتغل مجموعه كاع المهرجانات المغرب، ولكن الثمن ما يمكنش لك تهز الثمن بزاف على في البلاد. وتنخدموا في اوروبا بثمن تناسبنا كفنانين. وكان هذا راي حميد في الخلافات بين الفنانين الشعبيين. انا ضدها بزاف، وتنحاول بما امكن بحميد سرغيني. انا كنمشي جنب الحياه، ما تنبغيش ندخل في هذوك الصراعات، رغم الا ان تكون حاجه بسيطه تتسمع من فنان او لا من لونتوراج ديالو، وتحاول تولي فيك هذاك ديك النزعه باش تصادع مع صديق ديالك كفنان. هذاك الشيء انا بعدا ما كنمشيش ذاك التوجه، وتنطلب من الاخوان يحاولوا يطلعوا النيفو ونبعدوا من هذوك الصراعات، لان ما هذاك كيتسموا بيد بوز، يعني عاد بنادم تيشوف كيشوفك بنادم فكا وكيطيح حتى من السمعه ديالك. يحاول بنادم يطور نفسه، يطور الاغاني ديالو، وفي الاخر قدم رساله للجمهور. بالنسبه للجمهور والناس اللي كيشوفونا على هاشتاغ بيناتنا، كنقول لكم حميد سرغيني منكم واليكم، وتنتقبلوا الانتقادات ديالكم، وحنا كنتمنى نكونوا عند حسن ظنكم. حميد سرغيني كيحماق عليكم.